دلوقتي هنروح سريعا إلى شرم الشيخ ومعايشة عملها لينا الزميل أحمد الحسيني من داخل الأتوبيسات الصديقة للبيئة في المدينة. هنقل لحضراتكم كمان آخر الاستعدادات اللي بتتم لاستضافة مؤتمر قمة المناخ، وكمان هيكون في لقاء مع حسين أيوب مدير المشروعات بالشركة المنفذة لخدمة النقل الجماعي بمدينة شرم الشيخ. النهاردة هناخدكم في جولة في شوارع مدينة شرم الشيخ مع منظومة النقل الذكي الأخضر المستدام في 260 حافلة، منها كهرباء ومنها غاز. يلا بينا نقوم بالجولة. احنا دلوقتي داخل واحدة من الحافلات الذكية الصديقة للبيئة، وزي ما قلنا في 260 حافلة، منها 140 بتعمل بالكهرباء و120 بتعمل بالغاز. الحافلة اللي احنا موجودين فيها دي بتعمل بالكهرباء وفيها احدث تكنولوجيا متطورة، فيها خدمة واي فاي يو اس بي، كمان فيها خدمة جي بي اس، غير الكاميرات الداخلية الموجودة داخل الحافلة. هنتعرف اكتر على تفاصيل من الحافلة دي مع ضيفنا الاستاذ حسين ايوب مدير مشروعات الشركة المنفذة لخدمة النقل الجماعي في مدينة شرم الشيخ. الطاقة الاستيعابية للأتوبيسات دي بيوصل لنحو 50 راكب، سواء في الأتوبيسات الكهرباء أو أتوبيسات الغاز. تفاصيل أكتر هنتعرف عليها مع ضيفنا الأستاذ حسين أيوب مدير المشروعات المنفذة لهذه الحافلات النقل الجماعي في مدينة شرم الشيخ. أهلا بيك أستاذ حسين، وكلمنا عن هذه المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنرحب بيكم في شرم الشيخ أولا، وبنهني المواطنين على بدء التشغيل التجريبي للنقل الأخضر الذكي المستدام. احنا ما شاء الله نعتبر النقل الجماعي في شرم الشيخ بدأ من حيث انتهى الآخرون. أول حاجة أتوبيسات بتعمل بالطاقة النظيفة، تاني حاجة متوافقة مع نظرية الشمول المالي والسداد الإلكتروني، تالت حاجة هي وجود غرف عمليات متخصصة لحظية بتراقب الأتوبيسات وبتراقب جودة العمل والأعطال وحاجات كتيرة جدا، بنظم متقدمة جدا على أحدث ما وصل إليه العلم في مجال النقل الجماعي. الطاقة الاستيعابية بتوصل ل 47 راكب في الأتوبيسات دي. عايزين نتعرف على العدد الإجمالي لهذه الحافلات الأتوبيسات، سواء كان غاز أو كهرباء، وكمان محطات الشحن اللي بيتم من خلالها شحن هذه الحافلة. حاجة جميلة جدا أن أنا أتكلم عنها وكتير اتكلموا عنها، أن احنا بنملك دلوقتي أكبر محطة شحن كهربائية لحافلات على مستوى أفريقيا ودول المنطقة. مفيش محطة شحن في منطقتنا بتسع لشحن 140 أتوبيس دفعة واحدة، دي حاجة جميلة جدا. طبعا محطات الغاز متوفرة في شرم، وبإذن الله تكون هي داعم لمسألة تموين الحافلات. في نقطة مهمة حابين نأكد عليها، أن العمل لهذه الحافلات هيكون بالمجان طوال أيام مؤتمر أو قمة المناخ كوب 27. عايزين نأكد على النقطة دي بالإضافة كمان للمسارات والخطوط الخاصة بهذه الحافلات. بالنسبة لأيام المؤتمر، دعم من القيادة السياسية أو إظهار مصر بشكل مرن جذاب جميل، كل النقل مجانا خلال أيام المؤتمر. ما بعد المؤتمر هيبقى أكيد بسياسة تسعيرية وأمور تخص التشغيل الفعلي، ولكن بإذن الله بإذن الله هتكون حاجة مناسبة وحاجة يقدر المواطنين يستوعبوها. الأستاذ حسين أيوب بنتوجه ليك بالشكر، شكرا جزيلا مدير المشروعات للشركة المنفذة لخدمة النقل الجماعي في مدينة شرم الشيخ. وزي ما شفنا هذه خدمة النقل الجماعي وهذه الأتوبيسات وهذه الحافلات الصديقة للبيئة واللي هتبدأ العمل فيها في قمة المناخ كوب 27 بالمجان.